I don't wanna do this anymore. مش مار. I don't wanna do this anymore. I don't wanna do this anymore. I don't wanna be the reason why every time I walk out the door I seem to die a little more inside and I don't wanna hurt him anymore. Stop. إذا ما بتخلي النفس لآخر الجملة تبار ما حيمشي الحال. اللي عم تعمليه إنه أول كلمة من الجملة ليك شو عم تعملي؟ أروانا راح السبار وعم شوفك عم بتشدني، مش بس عم بسمع صوتك مخنوق. وهول بدك تمرن عليهم لأنه أنت عم ترقصي على المسرح، سو إذا ما بقى عندك النفس نو واي تقدري تغني. وأخذنا غنية إن شانسون دو شان دو فوا حتى صوتك ياخد حقه، مش حتى تجي تعملي لي هيدا النفس ويروح الصوت كله بالبراين. فهمتي شو قصدي؟ هيدي الجمعة مانا جمعة الماضي ومانا جمعة اللي قبلها. اوكي؟ بطل في حجة رقص. مش قصة ما بقى في حجة رقص، ما بعرف شو بده يصير بالرقص، جو مون فو. أنا بهمني اسمع صوتك مزبوط باللايف، العالم عم بيسمعوكي عم بتغني، بدك تقشطي عن التوناليتي شو بعرف إنه بدي وطي، ما بدي وطي لك إياها لأن أنت فيكي تعمليها. اوكي فيكي تعمليها بس بدك تقرري إنه أنا البريوريتي عندي الشو. بريوريتي ما في. انت لي جون فون سي تري بيان كان تو دانس بيان وقت ترقصي منيح سي اكسلان اللي عم تعمليه انه يور شو جيرل عم تعملي شو بعقد وكل شيء بس مش على حساب الصوت لانه فينالمون انت جوجي على الصوت كل الباقي بعقد بس ما فيك تكوني صوتك منه قد البرفورمانس الباقي تبعولتك انت اوكي وبرجع بعمل ترانسبوزيشن وبتغني انت لما اكون عم نظلم حدا ايه هيك اول نقطه انا ممكن اقولها مستوى انت لا لا بجد يعني انا في الواقع شويه عندي مش لدر يعني بالميك اب بيبين مش هلا انه صوتك بيبين اعرض اذا بتوطيها بصراحه ايه بس يعني لا انا بدي فينا نعمل انتوا قرروا انا وياكم عم نحكي فينا هي تبلش على الطبقه بتريحها وبرجع بعمل لك ترانسبوزيشن بتكفي انت ثاني شقفه ما هي مقطعين مثل بعض بس هيك بصير ما بصير طب يعني ما بصير ديو هيك هيك تصير كأنه كنا أغني لا معلش بنوطيها أحسن لا مش معلش أنت بدك تكوني مرتاحة ما أنا مش ما بدنا حدا يكون مظلوم أنا ما عادي بالنسبة لي لو أنت حابة نكون عادي إذا بنعملها هون مثلا يا سيدي أنا بتبلش هي ساعتها بلش أنا يا يا من شوقي إليك يا سيد قلبي 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 انجرح من شوقي إليك يا سيدي ديجا عندك رجال بيكونوا تنار عندك كونتينار عندك باريتون عندك باس أوكي؟ ما فيهم كل هول العالم يغنوا على ذات التوناليتيات والتوناليتي كمان بتفرق من رينج الغنية بحد ذاتها يعني اوقات في غنية ما فيك تغنيها انت لان يمكن الواطي تبعها اذا وطيتها بيصير كتير واطي بس العالي بضله عالي دونك يفو ادابتي لا فوا بدك تعمل ادابتاسيون لصوتك على كل غنية بغنيتها حسب طبقات صوتك انت وين فيها وين فيك تغني يعني حسب كاباسيتي تبعك وبتفرق كمان حسب وين الزون دو باساج وين القلبات بالصوت وين انت مرتاح اكثر اكيد صح. اوكي دائما انا بغني حسب طبقاتي مش حسب الطبقات الاوريجينال هلا في اغاني اذا بوطيها بقتلها او اذا بعليها ما بتزبط اوكي بس انه ان جينيرال وقت تغني غنيه يا بتزبط على صوتك انت بتزبط التوناليتي تبعها يا ما بتزبط ما بتغنيها مش عملتي فينا مثل الورق طيرتينا مش عملتي فينا مثل الورق طيرتينا عيشة معك يوجعني قلبي يوجعني حقك تنغرب يلبقلك ولا أهضم من حركاتك ولا أهضم من حركاتك الله الله يا بابا الله 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 يا بابا وسلام عليك يا بابا كفو الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا
سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك الله الله يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا اوكي نفس يكون مزبوط يعني انت هلا كنت عم تتنفس بس اول ما بلشت كنت بلا نفس اوكي حدا مسامع موسيقى بعرف بعرف مش هيك خليتك ترجع تعليها بس مش مثل ما عم تعلوها بالاول لانه بعدين بينضربوا دينايكم يعني ما بتقعدوا بتسمعوا الفريكانسات مزبوط حرام انه اون بلس ايجو عم تبلش ايجو وكثير عالي دونك بس ما تعملوا تروماتيزم لحالكم انتم عم تسمعوا انا ما كنت متوقع انني وصل للطبق تمام منيحة منيحة تمام ريح صوتك لبكره بس تحفظ الفوتات مزبوط اه صح ونفس ما في مايك سكينة هذا الموضوع ما فينا نتناقش فيه في اس يعني لا انا عم اقول لك انه مش يعني مش القرار مش هيك بناخذه هون اوكي الغنية رح تشتغليها مع اسيس توني بالنسبة للصوت المفهوم حنشتغله بكره انت هون اوكي بس انت بدك تريحي لان انت عم تحكي صوتك مفحوح شو بعمل سحر انا اذا انا عم بسمعك عم بتعايطي انا عم بسمعك عم تصرخي وقت عم بجي لهون وانا كيف بظبطه لانه واحد كله بيحكي في وقت واحد ولما ما كل مره ما تحكي لحظه تعال هون وين راي انا هون هون عم رفقع على البيت لا لا يلا هايدي هايدي سهيلة وبناء يوم عملتها عملتها يلا مروان صوتك شمال هدو هالمقيتين تبعك مش مقبولة تبهى على الفوتة طلع فيها بس بلا باي ليه؟ ما الباي بالباي قلت لك بدك تعمليها للباحة لكن بدك تعمل اكزرسيس الباي 120 مرة من هلا لبكره بعد الظهر عن جد عم بحكي خلص غير هيك ما حيبلش يرتاح بس نفس وباي نفس وباي ومن بعد ما يفل استيستوني ما في غنى بتسمعي بتعمليها شوي رندحة على البطيء حفظتها بليز حفظتها من امبارح لليوم اوكي ما بدي تتعبي صوتك وبدي الاكزرسيس الباي 120 مرة كيف بدك تقسميهم ما بعرف وعلى صوت الحكي ما ترفعي مش تذكري اللي عملناهم هذيك اليوم على المسرح هذيك الجمعة اوكي رخي اوكي نفس اوكي النفس ما بدي اسمعه سكرتي دونك كربجيت وبقيت فوق اوكي رخي رخي اوكي ليك شو ما فيك تكوني هالقد رجيد بدك ترخي اوكي نفس كأنك عم تتاوبي فوالا شفتي لما عملتي صوت بالنفس نزلت الحنجره اللونج بتضل قدام بدك تحسي انك عم تعلي سقف الحلق انه عم تفتحي ورا التم عم تفتحي الاوتار الصوتيه عم تنزلي الحنجره وهيدا الاحساس بدك تحسيه انت وعم بتغني هيدول كلهم المفتوحين لازم يرن فيهم الصوت اوكي اللونج الغاست سور لي دون على السنين ومش شاده لبرا كنا بلات يعني مرخيه مش مكربجه لتحت هيك على دلعونة وعلى دلعونة يا طير الطير ان الحب يلا مروان على دلعونة وين الحبايب بحياتك اللي هلا بدايب غيبتهم عني حسموا مصايب يا ويلين لولا نسيونا على دلعونة وعلى دلعونة يا طير الطير
خد نفس قبلها هاي لانه هون لا وصلت. بس انا كنت عشان الكلمات بس كنت ايه لانك وصلت مخنوق ايه بعرف بس انا ما بدي يتعب صوتك لو انت بس لانك نسيت الكلمات حرام تختنق عرفت شو قصدي بس دايما يكون عندك نفس حتى ما لان اختنقت ات مينز انه بيتعب الصوت حرام بس اوكي انه كله كتير منيح كامل. كنت محبوب الغالي من غيرك ما يحلالي.